دكتورة سما هجرس، رئيسة قسم المختبرات الطبية وبنك الدم، علم الأمراض والأورام. أبرز الخدمات اللي بيقدمها المختبر في قسم في مستشفى الملك حمد الجامعي. طبعاً مثل ما تعرف المختبرات الطبية تلعب دور كبير في عملية تشخيص العديد من الأمراض، وهذه بدوره يساعد الطبيب في اللي هو الوصول إلى العلاج الأمثل لكل مريض ولكل حالة على حسب المرض ماله. الأقسام المختلفة عندنا احنا هني مختبرات مستشفى الملك حمد تكون من 6 أقسام. القسم الأكبر هو قسم علم الأمراض الدم والكيمياء الحيوية، ويشمل أيضا علم اللي هو أمراض الأمصاب والجهاز المناعي. عندنا قسم اللي هو علم الأمراض والأورام، عندنا قسم اللي هو الميكروبات المجهرية، وقسم الموليكيولار واللي يتضمن اللي هو الكوفيد لاب حاليا، بالإضافة إلى بنك الدم وقسم فحص قسم سحب الدم في اللي يتفرع في جميع أنحاء المستشفى. لو حبينا نعرف آلية العمل بالنسبة لطريقة التعامل مع الأطباء أو التواصل ما بينكم وما بين الأطباء. طبعاً الطبيب إحنا هني عندنا اللي هو منظومة تربطنا إحنا كمختبر بجميع اللي هو أقسام المستشفى والعيادة. الطبيب يجلس اللي هو في مكانه في العيادة، يطلب الفحص عن طريق اللي هو المنظومة الصحية اللي تربطنا معاهم، نستلم احنا هني اللي هو الطلب الريكوست احنا نسميه، ويا العينات المريض ونبتدي نمشيها. كل قسم يستلم العينة الخاصة به ويقوم بالتحاليل المختصة في هاي القسم، من ثم اللي هو استخراج النتائج وبعثها عن طريق هاي المنظومة إلى اللي هو الطبيب، ويشوفها هناك الطبيب سواء في الجناح أو في العيادة. أكثر الفحوصات حالياً إحنا عندنا طبعاً أكثر الطلب على الفحوصات اللي هو أمراض الدم والكيمياء الحيوية، تقريباً وصلنا 2.5 مليون تقريباً في سنة 2021. أقل الفحوصات؟ أقل الفحوصات هو معظمها كلها في اللي هو قسم علم الأمراض والأورام، طبعاً على حق بسبب اللي هو أن العينات لا يتم استخلاصها إلا بالعمليات، فتكون عددها أقل نسبياً إذا مقارنة بعينات الدم، وتقريباً وصلنا 10,000 عينة في 2021. ماذا عن فحص كورونا؟ فحص الكورونا احنا هني عندنا ابتدينا تقريبا من ايام ما ابتدت اللي هو الجائحه في مارس 2020، وتقريبا وصلنا الحين الى 1.5 مليون فحص. ابرز الانجازات اللي حصل عليها طبعاً. طبعا هناك انجازات كثيره، انزين من اهمها في 2021 حصولنا على شهاده الجوده للمره الثالثه من اللي هو الكليه الامريكيه لعلم الامراض، وهاي تعتبر انجاز كبير والحمد لله، وحصلناها بدون اي مثل ما تقول اخفاقات او اي شيء، الحمد لله مشيت من احسن ما يكون.